السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنت في مشوار مع أحد إخوان الدعاء، واحنا في المشوار جاله رساله، فبيبص في الرساله فقال سبحان الله، الرساله جايه له من دوله تانية وجايه باسم شخص تاني، فقال سبحان الله، لعل اللي بعت الرساله ده غلط في رقم واحد بس من العشر ارقام بتوع المحمول خلته يتنقل لدوله تانية ولشخص تاني. قلنا سبحانك يا رب، المحمول يا جماعه النمره بتاعته 10 ارقام، يعني لازم العشر خطوات عشان اتصل بيك يتاخدوا صح. لو خطوه واحده من العشر ارقام انا عملتها غلط، انا ممكن ما اجيبش الشخص اللي انا عايزه، انا اجيب دولة تانية، دولة تانية تماما. قلت سبحانك يا رب، هو ده الطريق لربنا، هو ده الطريق الى الله، خطوات لازم كل خطوة صح. لو خطوة واحدة خدتها غلط ممكن تفرق معك كتير جدا، ممكن تفرق في وصولك الى الله كتير جدا، ممكن تعطلك كتير جدا. يا جماعة ما ينفعش ناخد خطوة رمضان صح وبعد رمضان غلط، ما ينفعش ناخد خطوة رمضان صح وخطوة شوال غلط، ما ينفعش. السنة 12 شهر، زي ما المحمول 10 ارقام لازم العشر خطوات صح، ال 12 خطوة في السنة لازم يبقوا صح. ما ينفعش رمضان يبقى الخطوة الصح الوحيدة عندنا في السنة. حد مننا لسه فاكر رمضان؟ فاكرين رمضان يا جماعة؟ فاكرين رمضان؟ فاكرين ايام الايام الجميلة؟ فاكرين التراويح وبكاء التراويح ودعاء التراويح؟ فاكرين التهجد والليل والعشرة الاواخر؟ فاكرين اول ليلة قبل رمضان لما كنا مستنيين استطلاع الرؤية ومشتاقين لرمضان، يا رب رمضان يجي، يا رب يجي، اشتقنا له يا رب. فاكرين ليلتها يا جماعة؟ فاكرين استقبلناه بدموع الفرح ازاي؟ وفاكرين في اخر رمضان لما قالوا بنستطلع هلال شوال وسمعنا في كل مكان والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، وبقت دموعنا غصب عننا بتسيل من عينينا وحاسين ان حبيب قلوبنا رمضان بيتسحب من بين ايدينا. فاكرين يا جماعه؟ هان عليكي، هان عليك الصيام، صمت كم يوم بعد رمضان؟ هان عليك القيام، قمت كم ليله بعد رمضان؟ هان عليك الدعاء قبل الفطار لله سبحانه وتعالى؟ رفعت ايدك لربنا كم مره بعد رمضان؟ هان عليك القران، فتحت المصحف كم مره بعد رمضان؟ ازاي؟ ازاي بعد رمضان هان علينا صلاة الفجر؟ ازاي؟ ازاي بعد رمضان هان علينا القرآن والصيام والقيام؟ ازاي يا جماعة؟ ادم لما ربنا خرجه من الجنة عليه السلام، لما ربنا خرجه من الجنة كان على غير ارادته، حكم من ربنا. احنا ايه اللي خرجنا من الجنة بارادتنا؟ ازاي نخرج من جنة العبادة بعد رمضان بارادتنا؟ ليه يا جماعة؟ ليه بعد ما ربنا فتح لنا الباب في رمضان كنا عاملين زي ابن عصبه وكسر اوامر ابوه وهرب من البيت عشان ما يتعاقبش؟ لما هرب اتذلل ده وجاع، وقف قدام بيت ده وده طرده وده كسفه وده حرجه وده ذله، قال في الاخر انا ماليش غير ابويا اللي كان بيقويني بيأكلني وبيشربني، انا هرجع له هاخد لي قلمين، ايه يعني استحمل قلمين بس الاقي مأوى؟ وراجع واقف على باب ابوه عايز يخبط بس خايف يخبط، يا ترى ابويا هيضربني كام قلم؟ يا ترى ابويا هيزعق لي قد ايه؟ يا ترى فوجئ ان الباب بيتفتح وابوه بيجري بياخده بالحضن ويقول له الحمد لله على السلامة يا ابني. ولله المثل الاعلى، بعد 11 شهر معاصي برضه فتح لنا الباب في رمضان، بعد 11 شهر اعراض برضه فتح لنا ابواب الجنة الثمانية في رمضان، بعد 11 شهر هروب من ربنا السنة اللي فاتت برضه فتح لنا باب رحمته في رمضان. اوعى تهرب بعد ما فتح لك باب رحمته، اوعى تهربي، اوعى لما رمضان يا جماعة الباب يتفتح لنا فيه يخلص رمضان نرجع نهرب تاني. الهاربون من الله، الهاربين من ربنا بعد رمضان، ليه نهرب من ربنا؟ ياه، في ناس ما فتحتش المصحف بعد رمضان، في ناس يا جماعة، في بنات خلعوا الحجاب بعد رمضان، في ناس لما خلص رمضان شموا نفسهم وقالوا الحمد لله، زي البنات اللي كانوا بيخرجوا من صلاة التراويح في بعض المساجد تشم نفسها وتقوم قلع الطرحة وحطها في الشنطة كأن كان هم ونزاح. في ناس يا جماعة، يا جماعة احنا بقينا بنعبد ربنا عبادات موسمية، بقينا موسميين في عبادتنا لربنا، الحجاب بقى مواسم، التوبة بقت مواسم، البكاء والدعاء والقرآن بقوا مواسم. أبدا لم يكن حبا، ده مش حب والله العظيم، ما هو حب ولا دي عبادة الحب أبدا. اللي
بيحب حد ما بيقابلوش في المواسم، ما بيطعوش في المواسم. بس احنا يا جماعه بنتنا ربنا بقت مواسم، ما ينفعش يا جماعه، خلاص خلاص يا جماعه احنا بعناها خلاص. مش ربنا قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم؟ مش انت بعت؟ مش انت بعتي؟ بنلف وندور ليه؟ خلاص يا جماعه احنا مالناش غير الطريق ده. نسيبه بعد رمضان ازاي؟ ماذا بعد رمضان؟ فاكرين رمضان؟ فاكرين دموعنا في رمضان؟ فاكرين فرحه قلوبنا في كل يوم في رمضان؟ فاكرين لمتنا على الفطار واحنا فرحانين بفطرنا وفرحانين بصومنا وفرحانين بالتراويح اللي احنا نزلناها؟ فاكرين رمضان يا جماعه؟ لازم السنه كلها تبقى رمضان، لازم نفضل على العهد، لازم ما يبقاش الخطوه الصح الوحيده في حياتنا هي رمضان، لازم ال 12 شهر يبقوا زي رمضان، لازم يا جماعه. ما قدمناش اختيار، ده والا مش هنوصل. زي اللي مش هيمشي ال 10 ارقام في المحمول مش هيمشيهم صح، مش هيوصل. عايزه توصل لربنا لازم ال 12 شهر يبقوا رمضان، عايز توصل لربنا لازم ال 12 شهر يبقوا رمضان. ما ينفعش يا جماعه، يا اخوانا ده ربنا عمل لسيدنا موسى ميقات 40 يوم عشان سيدنا موسى يكلم ربنا فيهم. العلماء علماء السلف قالوا ان احنا كمان لنا ميقات، احنا كمان لنا ميقات زي سيدنا موسى، ميقات نبقى اقرب ما نكون من الله فيه، ميقات نجري على ربنا واحنا بنقول عجلت اليك يا رب لترضى زي سيدنا موسى. ايوه ميقات، و40 يوم زي سيدنا موسى 40 يوم. ايوه هو الميقات ده ايه؟ العلماء قالوا الميقات ده ايه؟ قالوا 30 يوم في رمضان والعشرة الاوائل من ذي الحجه اللي جايين بعد اسابيع هم كماله ال 40 يوم. مش قلت لكم الباب لسه ما اتقفلش؟ مش قلت لكم يا جماعه؟ مش قلت لكم المهمه لسه ما خلصتش؟ مش قلت لكم يا اخوانا؟ مش قلت لكم لسه ابواب الجنه لسه مفتوحه؟ ابواب الرحمه لسه مفتوحه؟ انت سامعه انا بقول لك ايه؟ ابواب الجنه لسه مفتوحه، اجري اجري على قد ما تقدري، اجري، لسه النقاط ما خلصتش، لسه بيننا وبين ربنا عهد. ماذا بعد رمضان؟ هنعمل ايه بعد رمضان؟ انا مش عايزك تبقى عامل زي اللي لابس جلابيه بيضاء ونزل الشارع فقامت جايه عربيه قامت ماشيه على شويه طين، طرطشت عليه شويه طين خفيف، بص لقى الجلابيه اتوسخت، قام نازل متمرمغ في الطين، قال ما هي باظت. اوعي تبقى بعد رمضان خارجه بالجلابيه البيضاء النظيفه الطاهره، تبقى خارج من رمضان بالجلابيه البيضاء من الذنوب الخاليه من الذنوب، تلاقي شويه معاصي جم عليك، وقعت وقع غلطت غلطه، تقول ما هي باظت وتقوم مضيع كل اللي فات. اوعى يا جماعه، اوعى يا اخوانا يا جماعه، رمضان ما كانش ايام، رمضان ما كانش موسم يا جماعه، رمضان ده كان وقفه بنعدي المسار فيها، رمضان ده كان شحنه بنتشحن فيها عشان ننطلق. عشان كده وتفتكروا ان انا بتكلم النهارده وبقول لكم ماذا بعد رمضان وفاكرين رمضان، وتفتكروا بقول لكم بعد رمضان نسمه ازاي؟ لا، بعد رمضان ننطلق ازاي؟ بعد رمضان الشحنه دي نفرغها في ايه؟ درس النهارده كله مهمه عمليه، درس النهارده كله ميشنز، مهمه عمليه، كله مهمه مطلوبه مننا بعد رمضان، ما ينفعش ان احنا نضيع منها ولا مهمه. امال احنا اتشحنا في رمضان عشان ايه؟ عشان خلاص موسم وعدى. في الشركات الكبيره لما يحبوا يعملوا تجديدات واصلاحات فيها بيعملوا حاجه اسمها شات داون. يعني ايه شات داون؟ يعني الشركه تتقفل تماما، الموقع يتقفل تماما، الموظفين ياخدوا اجازه. قال لا، وبعدين؟ طب ما كده الحركه تتعطل. لا، ده الايام دي بيشتغلوا ليل نهار في اصلاح الموقع، واول ما الموقع بيتصلح بيرجعوا يشتغلوا باضعاف الطاقه اللي فاتت. اهو ده رمضان، شات داون، كلنا بنقفل كل حاجه في حياتنا وبنقبل على الله نتشحن عشان ايه؟ عشان بعد رمضان ننام؟ لا، عشان نشتغل بعد رمضان باضعاف طاقتنا. ماذا بعد رمضان؟ ياللي فاكرين رمضان، ياللي لسه رمضان في قلوبكم، ياللي زعلانين ان ما ينفعش رمضان يبقى فيه كل العباده ديت وبعد رمضان فيه الفطور ده. لو قسمنا شاشه نصين، نص الامه من 3 اسابيع المساجد والاعتكافات والتهجدات والليالي الوتريه والبكاء والدعاء، ونص الوقت واحوالنا الوقت، لا يمكن يا جماعه حد يصدق ان الامه دي هي الامه دي، ان دول هم دول. المهم اللي علينا بعد رمضان، المهمه الاولى، ركزي معايا بقى، ركز معايا في المهمه العمليه بتاعت النهارده. درس النهارده مش كلام، درس النهارده مهمه عايزين ننفذها. المهمه الاولى، العباده بعد رمضان. هتعمل ايه في العباده بعد رمضان؟ هتعمل ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فأواهم المبيت إلى غار، دخلوا غار فنزلت صخرة من الجبل فسدت باب الغار.
ايه ده؟ قبل كده لما كنا بنقول الحديث ده ما كناش فاهمين يعني ايه صخرة تقع من جبل، انما بعد اللي حصل في الدويقة يوم 6 رمضان لما وقعت الصخرة من المقطم وقعت على 600 بني ادم فهمنا يعني ايه صخرة تقع من جبل، فهمنا الصخور اللي بتقع من جبل ده حجمها قد ايه. صخرة يا جماعة 2000 طن، 2 مليون كيلو، 2 مليون كيلو، وقعت الساعة 7 الصبح على 600 بني ادم في بيوتهم. تخيل واحد نايم الساعة 7 الصبح وهو نايم 2 مليون كيلو يقع على دماغه، انتوا متخيلين يعني ايه؟ يعني موت الفجأة جه ل 600 واحد في لحظة؟ يعني موت الفجأة ممكن يجي لأي حد في لحظة، يعني لازم نكون مستعدين. بس أنا مش عايز أقول كده، ده أنا عايز، أنا الواحد استغرب والله يا جماعة، الأول ما الصخرة وقعت الدفاع المدني نزل يحاول يرفع يحاول يفتت مش قادر، نزلت الشرطة بإمكانياتها مش قادرة، نزل الجيش معرفش يفتت الصخرة ولا يرفعها. 85 مليون بني آدم في جمهورية مصر العربية بكل إمكانياتهم وتطوعاتهم حتى هذه اللحظة الصخرة كلها ما اترفعتش بالكامل. قلت سبحانك يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن نفس الموقف ده، اهو ثلاثة اتقفل عليهم صخرة وقعت من الجبل، نفس الموقف ده، ما كانش واقف 85 مليون بني ادم بره يحاولوا يفتتوا الصخره، لا ما كانش معاهم غير ربنا. الثلاثه رفعوا ايدهم والثلاثه قالوا يا رب، والثلاثه توجهوا بالاعمال الصالحه والصخره انفرجت. ياه، يعني العمل الصالح قوته اكبر من قوه 85 مليون بني ادم. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ يبقى العباده اللي احنا بنعبدها اللي احنا مش مقدرين قيمتها بقى، يبقى يا اللي بتصوم ويا اللي بتصومي ويا اللي بتصلي قيام الليل، انت ما انتش مقدر انت بتعمل ايه؟ انت مش مقدرين العباده دي في حياتكم ثمرتها ايه؟ انتوا مش فاهمين يا جماعه العباده دي ثمرتها ايه في حياتنا؟ ثمرتها خطيره في الدنيا. في الدنيا حديث الخضر لما رسول الله عليه السلام اخبرنا ان الخضر في سوره الكهف سمي الخضر لانه جلس على فروه بيضاء فاخضرت. يعني ايه؟ عارفين الارض الجير البيضاء اللي هي يعني اشد قحط من الصحراء، قعد عليها اخضرت. يا جماعه الانسان اللي عارف ربنا ده يحط ايده في الصحراء تخضر، يحط ايده في ارض جيريه لا يمكن ان تنبت تخضر. العمل الصالح ده عند الموت، عند الموت الكون كله بيتقلب عشانك لو انت من اهل العمل الصالح. لما روح المؤمن بتطلع صلى عليها كل ملك بين السماء والارض، وصلى عليها كل ملك في السماوات، وما من ملك على باب من ابواب السماوات الا درع الى الله ان تعرج هذه الروح المؤمنه من هذا الباب. كل الكون بيتقلب عشان الروح المؤمنه اللي كان بيعمل الاعمال الصالحه. العمل الصالح يا جماعه بيقلب القبور بتاعتنا، تحت الطين طين، تحت التراب تراب، انما الرسول قال لا، اصحاب العمل الصالح تحت التراب روضه من رياض الجنه، روضه من رياض الجنه. يعني مارينا مثلا، يعني ينزل يلاقي مارينا، يعني ينزل يلاقي مثلا المنتجعات الصحيه، لا ده دي روضات من رياض الدنيا، روضه من رياض الجنه. بسبب ايه اللي قلب الطين روضه من رياض الجنه؟ العمل الصالح يا رجاله، العمل الصالح يا اخواني، العمل الصالح، العباده. يا جماعه احنا كل يوم في مجتمعنا عاد بيحصل كارثه جديده وما بنترجمهاش. نصحى النهارده على زلزال، نصحى بكره على صخره وقعت من المقطم، نصحى بعده على صخره وقعت تاني برضه بنفس الجبل بس اصغر. احنا ما قعدناش يا جماعه بنترجم الرسائل دي. المقطم وما ادراك ما المقطم، واللي بيحصل فوق المقطم وتحت المقطم وحوالين المقطم. فوق المقطم الخمر والفجور والزنا، فوق المقطم، تحت المقطم عشوائيات المقطم. السينما المصرية نفسها عملت عليها كذا فيلم في مدى الفساد اللي موجود في هذه العشوائيات، في مدى الفساد الرهيب اللي موجود في هذه العشوائيات. والجرائد بتتكلم من شهور على الموضوع ده، هو يعني تحقيقات موجودة على المناطق ده. سبحان الملك الجليل، طبعا فيها ناس صالحين وفيها ناس طيبين، ولكن الفساد كثرة الفساد. المقطم يا جماعة اللي حواليه، المعاصي بتاعت القاهرة اللي حواليه، انتوا عارفين ان المقطم ده مدفون فيه شهداء الصحابة في فتح مصر؟ انتوا عارفين ان المقطم ده مدفون فيه مين؟ عارفين اطهر ناس على وجه الارض مدفونه في هذا الجبل؟ انتوا متخيلين الجبل ده كميه المعاصي اللي بقى محاط بيها؟ ازاي ما تهبطش صخور منه؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي بعد كل اللي احنا بنعمله؟ اهو ده كلام ربنا، وحسبوا ألا تكون فتنة. حسبوها غلط، عصوا ربنا وحسبوا ألا تكون عقوبة. حسبوا ان هم هيعصوا وهيعدوا من غير عقوبة، حسبوا ان ربنا مش هيعمل لهم حاجة. حسبوها غلط، حسبوا ألا تكون عقوبة في كل حاجة في دنيتهم وفي صحتهم وفي الجو وفي المال وفي كل حاجة، حسبوا ألا تكون فتنة. ده الناس الوقتي تلاقي الزلزال حصل الناس بتبص، حسبوا ألا تكون فتنة. ليه الزلزال يحصل؟ تلاقي العنوسة بتنتشر، حسبوا ألا تكون فتنة. ليه؟ ليه
المشاكل بتنتشر؟ ليه الفقر بينتشر؟ ليه الحر بيزداد؟ حسبوا ألا تكون فتنة. يا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحك. كلام اللي ربنا قاله لسيدنا آدم. يا آدم يا آدم حافظ على العهد. يا آدم عليه السلام مش هتجوع، مش هتدوق برد، مش هتدوق حر. أول يوم آدم نزل فيه على وجه الأرض، أول يوم حس فيه بالبرد والحر والجوع والعطش، ويفتكر كلام ربنا زي ولله المثل الأعلى ملك بيقول لابنه: يا ابني يا ابني ما تفرطش في ملك أبوك، يا ابني عشان ما تتزلش، عشان ما تجوعش، عشان ما تتعبش. هو مش واخد باله يعني إيه كلام أبوه؟ هو ما دقش الكلام ده أصلا، هو ما يعرفش يعني إيه ذل لما يضيع ملك أبوه ويجرب ويندم على كل كلمة قالها أبوه. لو عاصينا ربنا هنندم يا جماعة، هنندم على كل تحذير ربنا حذرنا منه. والله العظيم يا جماعة حاسبوا ألا تكون فتنة. كل يوم كارثة جديدة في مجتمعنا وفي العالم. الأزمة الاقتصادية اللي في العالم دي بسبب إيه؟ أوروبا وأمريكا. شمعنا أوروبا وأمريكا؟ الدنمارك والتواطؤ اللي تواطؤوه معاها لما سبوا النبي عليه الصلاة والسلام، أدي جزء من انتقام ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام. فاكرين أيامها لما قالوا لو قطعتوا الدنمارك هنقف باقتصادنا جنبها؟ أهو اقتصادكم كله الضرب. واحد هيقول يا أخي ده الأزمة بدأت تتصلح بعد إيه؟ بعد ما أكتر من 1,000 مليار دولار من دم قلبهم طلعوها عشان يحلوا بها هذه الأزمة ويحاولوا أنهم يسندوا بها هذه الأزمة. العبادة بعد رمضان، في الإعلانات بتاعت الفيلات بتاعت علية القوم والشقق بتاعت الأغنياء قوي بقى مش الشقق العادية، يكتبوا دايما في الإعلان إيه؟ نحن نهتم بأدق التفاصيل. واخد بالك معايا؟ اهو احنا عايزين نعبد ربنا كده. عشان تدخل الجنة وتلاقي ادق التفاصيل في النعيم من نصيبك، لازم ادق التفاصيل في العبادة تعملها تجاه ربنا. لازم ده يبقى شعارك: يا رب انا بهتم بادق التفاصيل في طاعتك، يا رب انا وضع صبعي في التشهد انا حاجة، انا بالنسبة لي حاجة بتعبد ليك بيها يا رب. العبادة بعد رمضان. المهمة التانية بعد العبادة، بعد الصيام والقيام، القرآن بعد رمضان يا جماعة. القرآن يا اخوانا، انا لو ألفت كتاب والكتاب ده نزلت في بلد من البلاد لقيت واحد ماسكه وقاعد يقرا فيه وحطه في جيبه ومهتم بيه وبيحفظه كلمه كلمه، هحبه قد ايه؟ تخيل انت ربنا هيحبك بسبب مسكك للمصحف وقرايتك فيه قد ايه. الكتاب الوحيد في تاريخ البشريه كلها اللي ملايين حافظينه بالكلمه بالحرف، مفيش كتاب في تاريخ البشريه اتحفظ كده يا جماعه. ده الصفحه فيها 6000 حسنه، 600 حرف في 6000 حسنه. يعني انت في نص ساعه، احسبها معايا، في نص ساعه تقرا جزء تاخد حوالي 120000 حسنه، فوق ال 100000 حسنه في نص ساعه. عايز ايه؟ عايز ايه؟ ما سمعتش كلمه ابن مسعود وبيقول ان اصفر البيوت، ان اصفر، اصفر جايه من صفر، ان اصفر البيوت البيت الذي ليس فيه شيء من كتاب الله. يعني ايه اصفر بيوت؟ يعني بيت صفر، صفر في البركة، صفر في الخير، صفر في السعادة، صفر في القرب من الله، صفر في القيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، صفر. يعني انت من غير القرآن صفر على الشمال، انت من غير القرآن صفر على الشمال. القرآن هو اللي بيعمل لنا قيمة. سيدنا عمر بن الخطاب لما حفظ سورة البقرة دبح جمل، دبح ناقة لما حفظ سورة البقرة، عارف قيمة اللي ربنا رزقه بيه. يا جماعة ده الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. يا اللي ما بتقروش القرآن، يا اللي لازم تقرأ القرآن كل يوم، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. شوفوا انت كنت صفر قبل القرآن، صفر على الشمال، بقيت مع القرآن سفرة، سفرة زي الشمس المسفرة، وشك منور، كلامك نور، لسانك نور، الكرام اللي معدنهم نظيف، قلبهم نور، البررة اللي جوارحهم ليل نهار في العبادة وفي الطاعة، جوارحهم نور. القرآن بيرفعنا يا جماعة، القرآن بيرفع كل شيء في حياتنا. ده لمين؟ إن الذين يتلون آيات الله، يتلون مش تلو، يتلون كل يوم، كل يوم، كل يوم. هم دول أهل القرآن، هم دول اللي ربنا بيتقبلهم، هم دول اللي عارفين قيمة هذه المعجزة. احنا من غيره صفر على الشمال. عرفتوا ليه؟ عرفتوا ليه احنا 1,200,000,000 وغزة متحصرة؟ لان معظمهم صفار. عرفتوا ليه احنا 1,200,000,000 والعراق بتتهدم؟ لان معظمنا صفار. عرفتوا ليه احنا 1,200,000,000 والغرب متحكم فينا؟ لان معظمنا صفار. طب اللي يخليني من الصفر، اللي يخليني قيمة، اللي يحييني ويحيي قيمتي في الحياة ايه؟ القرآن.
كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله، القرآن بعد رمضان. هنعمل ايه مع القرآن بعد رمضان؟ لازم يبقى لنا ورد يومي ثابت، لازم يا جماعة، لازم المهمة دي ما تخرجش من ايدينا، لازم نعرف احنا عايزين ايه وهنوصل ازاي، والسلاح بتاعنا ما نتخلاش عنه ازاي. كتاب ربنا، كتاب الله اكتر حاجة تخلي ربنا يحبك. كان احد اخوان الدعاء بيقول لي انا عايش في الدنيا دي عشان ربنا يحبني. قلت سبحان الله، طب ما اكتر حاجة تحبب ربنا فينا القرآن، يبقى اهو الطريق لحب ربنا، اهو الطريق ان ربنا يحبك، اهو الطريق ان ربنا يحبك، اهو كتاب ربنا. عايز ثواب القرآن، عايز حب ربنا القرآن، عايز لما تبقي الصفر في الحياة القرآن، عايز تبقى من السفرة شمس بتنور للدنيا كلها، شمس من كتر النور اللي جواك، لما بتتكلم النور بيخرج على لسانك القرآن. عايزين ايه؟ اي حاجة انتوا عايزينها حلها. ان الذين يتلون آيات الله، ان الذين يتلون القرآن الكريم العظيم المجيد من قبل الله سبحانه وتعالى، ربنا يعيننا على طاعته يا رب، اللهم امين. المهمة الثالثة بعد العبادة في رمضان وبعد القرآن في رمضان، المهمة الثالثة التوبة في رمضان، التوبة بعد رمضان. يعني ايه التوبة بعد رمضان؟ يعني ايه التوبة؟ يعني مفيش معاصي، يعني ايه مفيش معاصي؟ كنت كلمتكم في رمضان درس اسمه غباء في غباء، غباء، العاصي غبي، كل ما الواحد بيقرا القرآن بيحس ان العاصي غبي، كل ما الواحد بيمشي في الشارع بيحس ان العاصي غبي. يعني قول الله، قول الله سبحانه وتعالى فأين تذهبون، تحسك ان العاصي غبي؟ أين تذهبون؟ واحد ماشي وصل لسد في نفق، في وشه سد، فوق سد، يمين سد، شمال سد، انت ايه اللي دخلك السكة السد دي يا ابني؟ العاصي انسان غبي، زي ما ربنا بيقول خسروا انفسهم. خسروا انفسهم ازاي؟ لو واحد لسه شارع عربية جديدة وعربية جميلة وطالع بيها ورايح مشوار، وهو على شريط قطر العربية عطلت، فهو قاعد في العربية بدأ يحاول انه يمشي العربية بأي وضع، عربية جديدة وجميلة، بيحاول يمشيها، العربية بتمشيش، وبيحاول يمشيها بأي وضع، لا القطر جاي. قدامه اختيار من اتنين، يا ينزل ويجري ويسيب العربية، هو هينجو بس العربية تبقى راحت بس هو نجا، يا اما يفضل يحاول، ولو فضل يحاول وفشل هيخسر العربية وهيخسر حياته. هو الاختيار ده كل عاصي بيتحط فيه. يا جماعة العاصي غبي، هو ممكن يخسر عربية هيعوض لحسن منها بس هينجو بحياته، هو ممكن يخسر معصية او يسيب معصية هو نفسه فيها ولكن هينجو بحياته في الاخرة، انما العاصي بيقولك لا انا افضل احاول في العربية، بيضيع في الاخر هو والعربية، هو والمعصية. احيانا ربنا بيحطنا في الاختبار ده، انت بتحب العربية بتحب المعصية ولكن الاخرة جاية، لازم تعمل حساب الاخرة، لازم تهرب من النار، النار جاية، لازم تهرب من النار، النار جاية على كل عاصي، لازم تنجو بنفسك، انت مصمم انك انت تفضل جواها، ما ينفعش، هتروح انت وهي. يبقى العاصي غبي ولا لا؟ غبي ليه؟ خسروا انفسهم، غبي لان ربنا سبحانه وتعالى لما بينزل عقوبة عليه بيعاقبه بانه يحرمه من الحاجة اللي عصى ربنا عشانها. سبحان الله العظيم، يعني انت بتعصي ربنا عشان حاجة تتحرم منها؟ هو ربنا في القرآن قال في تبديلين، في نوعين من انواع التبديل. النوع الاول في سورة البقرة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. وقفت قلت يا رب ليه من السماء؟ ليه العقوبة نزلت من السماء؟ لان الايات اللي قبلها ربنا كان بيقول المن والسلوى نازله من السماء والغمام بيظلل عليهم من السماء، كان ربنا بيقول فبدل الذين ظلموا، لما بدلوا ربنا بدل عليهم، السماء اللي كانت مصدر النعمة بقت مصدر الشقاء، مدير الشغل اللي كان بيحميك هو اللي يعديك، المصادر الامن في حياتك تبقى مصادر الرعب. يعني ايه؟ يعني لو بدلت بالمعصية كل حاجة في حياتك تتبدل بالعكس. العكس بقى في سورة الفرقان، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، اللي بدل من المعصية للطاعة ربنا يبدل له كل مشاكل حياته نعيم. يعني قدامك تبديلين، هتبدلي للمعصية هيتبدل عليكي وكل نعمة في حياتك هتبقى شقاء، هتبدلي للطاعة وللتقوى وللانطلاق الى الله هيبدل لك كل شقاء في حياتك نعمة وحاجة تبقى في مرضاتك وحاجة تبقى في سعادتك. هنختار ايه من الاثنين يا جماعة؟ هنختار ايه من الاختيارين؟ لازم نختار حاجة من الاثنين، لازم. الهربانين من ربنا هربانين ليه؟ اللي بيجروا بعاد عن ربنا بيجروا بعاد عنه ليه؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بتهربوا منه ليه؟ بتهربوا من الرحمن الرحيم ليه؟ ليه يا جماعة؟ يا كل واحد عصيت ربنا بتهرب منه ليه؟ يا كل واحد، يا كل شاب عصيت ربنا في المقطم واسكندرية والساحل الشمالي، يا كل فتاة عصيت ربنا في الدوحة والبحرين ودبي، يا كل واحد عصى ربنا في كلية أو معهد أو جامعة، يا كل واحد عصى ربنا في أي مكان بأي مكان
المعصية بتهربوا منه ليه؟ أبواب رحمته مفتوحة وما بتتقفلش ولا هتتقفل. أبواب الرحمة دي بالذات لرمضان ولا برا رمضان ده في كل سنة وفي كل لحظة مفتوحة قدام الجميع. الباب ده بالذات ما بيتقفلش قدام حد. لو نعرف ربنا هنفرح بيه قوي والله يا جماعة. لو عرفنا ربنا كنت جاي النهاردة أكلمكم عن الفرح بالله. الفرح بالله قد ايه لو عرفناه هنفرح بيه، قد ايه لو عرفنا حياتنا كلها هتبقى افراح، قد ايه لو عرفت ربنا ايها العاصي وايتها العاصيه، قد ايه لو عرفنا ربنا كلنا حياتنا كلها نقول فرحانين بيك يا رب، فرحانين ان لنا رب بيتوب علينا من الذنوب. زي عبد كان في مملكه ملك وبياكل ويشرب وساكن، الملك بدا يصدر امر ورا امر ورا امر، بدا يكسرهم، انا مش قادر اتحمل التكاليف دي، ولما ايقن انه هيتعاقب هرب وجري بره المملكه، وقال انا اروح اشوف مملكه ثانيه اعيش فيها على راحتي من غير ما حد يامرني وينهاني، احيز زي ما انا عايز وهاكل وهشرب وهشتغل. خرج اتلطم في البلاد، اتشرد، اتذل، مفيش مملكه قبلته. بعد سنين من الذل قال ارجع تاني، ارجع اعيش في المملكه تاني، بس الملك ممكن يسجنني. طب وبعدين؟ بس انا ما عنديش مأوى تاني. وهو راجع قاعد يفكر يقدم رجل ويأخر رجل، يا ترى الملك هيأمر جنوده انهم يسجنوني كم سنة، يا ترى الملك هيأمر جنوده انهم يجلدوني كم جلدة، يا ترى الملك اصلا هيأمر جنوده انهم يفتحوا لي الباب ولا مش هيرضى. واول ما وصل للباب فوجئ ان اللي نازل يفتح له الباب بنفسه هو الملك. لا اله الا الله. يا جماعة الفرح ان لنا رب حليم، حليم ربنا يا جماعة. العضو اللي انت عصيتي به ربنا وانت بتعصيه كان الغذاء اللي بيغذيها عشان تقدر تعصي به، ربنا اللي بيبعته للعضو ده. يعني كان قادر، الله كان قادر، وانت بتبص للحرام انه يمنع القوت عن عينك تتعمي. الله كان قادر وانت بتتكلمي في الحرام انه يمنع القطعة عن لسانك ما عطيش تنطقي. الله كان قادر وانت بتسمع الاغنية الحرام يمنع القطعة عن ودانك ما عطيش تسمع. الله كان قادر وانت ماشي للمشوار الحرام او ماشي مع واحدة يمنع القطعة عن رجلك تتشل. الله كان قادر وانت بتشرب سيجارة وبتشد نفس يمنع القطعة عن رئتك تتخنق، ولكن ما عملش كده. يا جماعة يا اخوانا العاصي ربنا ما بيحرقوش، ما بينسفوش، ما بينزلش عليه شهاب من السماء يحرقه ويشقه نصين. العاصي ربنا بيكرمه وبيرزقه وبيجوزه وبيشفيه وبيعطيه وبيكرمه وبيجيب دعاءه وبيتوب عليه. العاصي ربنا بيقول له قل يا عبادي الذين اسرفوا، يا عبادي لسه بتنسبهم لنفسك يا رب بعد اللي عملوه؟ لسه يا رب تفرح انك ليك رب ستير ستر عليك، ستر عليكي. لو الصحيفه بتاعتك حد عثر عليها وصورها ووزعها على اهل المنطقه بتاعتك كلها وشافوا المعاصي اللي بينك وبين ربنا اللي لو اخوك عرفها مش هيسكن معاك في بيت واحد، تخيل ساعتها هيحصل ايه؟ ساعتها تقدر تعيش وسطهم، ربنا يعلم عنك المعاصي دي وسترك، هو اللي سترك. لو انت واقف في اتوبيس بدات تحس بايد في جيبك بتبص كده لقيت حرامي بيسرق محفظتك وبيمد ايده، رد فعلك هيبقى ايه؟ هتصرخ، هتصوت، هتلم الناس. تخيل لو واحد قال لا انا مش هفضحه، انا مش هخلي الناس تعرف ان هو حرامي، وسكت لغايه ما سرق. تخيل لو انت بعد كده كمان وقفت تخفي اثار رجليه عشان ما يجيش حد من الناس في يوم من الايام يقول له يا حرامي، تبقى انت ايه؟ تبقى رحمتك ايه؟ يبقى انت تخيلوا ان ربنا بيسترنا وهو اللي بيمحو اثار معاصينا وبيستر علينا عشان ما حدش يعرف ان احنا عصاة، عشان ما نتفضحش رغم انه هو اللي اتعصى وهو اللي انتهكت حرماته وهو اللي تجر عليه. انك تفرح، انا عايزك تهتف تقول له فرحان بيك يا رب، فرحان بيك يا رب، فرحان ان ليه يا رب بيفرح بيا، بيفرح بيا. لله افرح بتوبة احدكم، افرح بتوبة ايه؟ ربنا يفرح بالزني؟ يفرح بالقتل؟ يفرح بالسارق؟ يفرح باللي فجرت في الارض لما ترجع له؟ ربنا يفرح بايه؟ يفرح بمين؟ يفرح بينا احنا لما نرجع له؟ لله افرح بتوبة احدكم. من ايه يا رسول الله؟ من راجل كان في الصحراء ومعاه الدبة عليها اكله وشربه، غفل عنها لاي سبب من الاسباب، شردت الدبة ما لقاهاش،
ما لقاهاش. الراجل اتجنن، ده اكلي، ده شربي، ده حياتي. بدا يدور، طب ادور فين؟ يمين ولا شمال ولا قدام؟ انا مش عارف اصلا يمين من شمال، طب اروح فين؟ قعد يدور لغايه ما يئس، فآيس من الحياه، آوى الى ظل شجره وقال انتظر الموت. خلاص انا مستني الموت، مستني الموت. لا ادبته قدامه، تخيلوا فرحه. اصورها لكم بتصوير من حياتنا، الدويقه، صخره الدويقه. احد الشباب بيقول صاحبه لما وقعت عليه الصخره فضل يتصل بيه بالمحمول يقول له انجدوني الحقوني لغايه العصر، وعند العصر خلاص انقطعت الاتصالات، مات الله يرحمه، مات. تخيل لو انت تحت الصخره ده وبدات لسه ايدك فيها صحه انك تمسك المحمول وتتصل، وبدات تتصل بواحد واحد، الحقوني انجدوني، انا تحت الصخره، انا بموت، انا حد يلحقني، حد يغيثني، حد ينجدني. اتصلت بلسته المحمول كلها، وبعد يوم، يوم ونص، يومين، يئست من الناس وايقنت انك ميت وخلاص، وما عدتش قادر تمسك المحمول، فخلاص تحت الصخره نمت وانتظرت الموت. يئست من الحياة. وانت في الوضع ده لقيت فجأة الصخرة بتتشال، وفجأة واحد بيسيك مية، وفجأة واحد بيقومك، وفجأة واحد بيعلق لك محاليل عشان ينجدك، تفرح قد ايه؟ يبقى فرحتك قد ايه؟ هي ديت فرح ربنا بيك وبيك لما بتتوبوا اليه اشد. فرح ربنا بي انا لما بتوب اليه اشد من كده. يا ما افرحش بيه ازاي؟ اذا كان هو بيفرح بيا فرح انا عمري ما هقدر افرح بيه قد هذا الفرح، التوبه بعد رمضان. المهمه الثالثه، التوبه يا جماعه. كفايه معاصي يا جماعه، كفايه ذنوب يا جماعه، كفايه اعراض يا جماعه، كفايه كفايه يا جماعه. والله خلاص، والله ما بعد كده الا الطوفان ان لم يرحمنا الله. وهي دي المهمه الرابعه، الدعوة بعد رمضان، العبادة بعد رمضان، القرآن بعد رمضان، التوبة وترك المعاصي بعد رمضان، الدعوة بعد رمضان، الدعوة. بعض إخواني جايين من إندونيسيا كانوا في الدعوة إلى الله، بيقولوا لي إندونيسيا 13,000 جزيرة، ما بين كل جزيرة وجزيرة ساعتين بالطيارة أو 3 أيام بالمركب. التنصير والمنصرين مستغلين الوضع ومنتشرين انتشار فظيع، بيقولوا الناس هناك هتموت على الدين. نزلوا جزيرة من الجزر 60,000 واحد، بيقولوا 60,000 واحد عايزين يتعلموا الفتح، ما بيعرفوش يقروا الفتح، عايزين حد مننا يروح يعلمهم الفتح، حد من الدعاة ولا المسلمين اللي شايلين مسؤولية الدين يروح يعلمهم الفاتحة. مسؤولية الدين، الدعوة إلى الله يا إخوان، الدعوة. عندنا في المنصورة من يومين تقريبا السماء شتت حجر، السماء شتت جليد، مش بس مش جليد، مش البرد اللي طول عمره بينزل في أي منطقة، شتت طوب يا جماعة، شتت طوب على عينينا قدامنا، إزازة العربيات اتكسر، في عربيات إزازة اتكسر، في محلات واجهاتها اتكسرت، في ناس اتبطحت، في ناس اتعورت. انت متخيل لما السماء طوبة جليد تنزل منها على دماغ واحد من على بعد قد ايه؟ الواحد كان قبلها كان لسه في حالة في الجامعة، حالة زنا مظبوطة في الجامعة على اسم الله. قبلها بأيام احد اخواننا حلم، احد اخواننا حلم ان السماء بترجم الارض، وهو عنده عربية كده حلم ان عربيته اتكسرت. قلنا سبحان الله، تأويلها واضح، تأويلها المنكرات اللي بتحصل دي كلها، ومفيش دعوة الى الله، ومفيش حد بيدعو الى الله، ومفيش حد بيقول للعاصي فوق وتوب. كل ده لما العقوبة هتنزل، هتنزل على الطائع وعلى العاصي، هتنزل على الاثنين. زي السماء لما نزلت الطوب الجليدي بتاعها من عدة ايام عندنا في المنصورة، رسالة للصالح قبل الفاسد، رسالة بتقول ان لما السماء هترجم، هترجم الكل، المنكرات اللي موجودة يا اخوان، المنكرات اللي موجودة الوقت، والعياذ بالله. حالات الفجور، حالات الزنا بقت في نهار رمضان، والعياذ بالله. فين الدعوة الى الله؟ فين الدعوة؟ قدمنا ايه لدين ربنا؟ الواحد بيمشي في الشارع، ايه اللي في الشارع؟ ام انس، ام انس ابن مالك راحت للنبي قالت له يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ما من بيت من بيوت الانصار الا اتحفك تحفه، اداك حاجه، واني لم اعطك شيئا، واني وهبت لك انس ابني حتى يخدمك. يا رسول الله دي تحفتي اليك، انا يا رسول الله دي الحاجه اللي اقدمها للدين. انت قدمت ايه؟ انت عملت ايه؟ انت احنا قدمنا ايه يا جماعه؟ الواحد يمشي في الشارع، البنات ماشيه في الشارع، واحد شاب بيقول لي دفعتنا فيها 500 بنت، 3 كاشفين شعرهم، ولكن الباقي اسمهم محجبات. البنات دلوقتي ماشيين، مفيش حاجه لون الثانيه، الاشارب ملوش علاقه بالايه، والله ما انا عارف. زمان كانوا بيلبسوا جيبه وبلوزه، الوقت ما عدتش عارف اصلا ده اسمه ايه. الواحد لما بيمشي في الشارع بيفتكر الضفادع البشريه، والله يا جماعه الشارع مليان ضفادع بشريه، شكل الضفادع في الالوان وفي اللبس وفي ايه يا اخوانا، ايه اللي احنا وصلنا له ده يا جماعه؟ وصلنا لده ازاي؟ تخيلوا لو شاب قاعد في البلكونه، قاعد شاب من الشباب
وبيقرا الجورنال بيتابع اخر اخبار المباراه الخطيره اللي هتتلعب الليله ما بين الفريق الفلاني والفلاني، وبيتابع باهتمام. ابوه داخل بوابه العماره طلع على ابوه ناس بالسكاكين قعدوا يقطعوا في ابوه. الناس تعمل ايه؟ الناس طلعت تجري، جرت على الولد، جرت عليه، دخلت عليه البيت في البلكونه، قالت له الحق ابوك بيتقطع تحت. قال لهم ابويا، ابويا حبيبي انا بيتقطع ده لا يمكن ابدا، لا 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 انا ما اسكتش. بس الماتش والمباراه والاخبار بتاعت المباراه، لا ما اقدرش اما اخلص المباراه اشوف ابويا، ما اقدرش ان انا ما اتابعش اخبار المباراه، ده حياتي. جروا على بنته، بنته اللي قاعده بتتابع اخر اخبار اخر حفله اتذاعت في دبي، في دبي في بث مسجل، بقى لها 4 ساعات مستنيه الحفله. قالوا لها الحقي ابوك بيتقطع تحت. ابويا حبيبي انا لا لا يمكن، انا هتصل باي حد، انا هطلب اي حد، انا هطلب البوليس، انا هعمل اي حد. بس المغني اللي انا مستنيه بقى 4 ساعات ده جاي خلاص اهو، ما اقدرش ما اقدرش اسيب المغني اللي انا بحبه. طب ابوك بيتقطع، ما اقدرش ما اقدرش اسيبه. لما المغني يخلص جروا على اخوهم التالت اللي جوه الاوضه قفل على نفسه بيتفرج على موقع قذر، كسروا عليه الباب ودخلوا قالوا له الحق ابوك بيتقطع تحت. قال لهم ابويا، ابويا ايه انتوا اللي دخلكوا عليا، وده ادب ودي اخلاق انكم تكسروا الباب على واحد قفل الباب على نفسه؟ امشوا اطلعوا بره. وطردهم ورزع الباب وراه. ايه رايكم في الثلاث اولاد دول؟ يستحقوا ايه؟ القتل؟ اهو احنا نستحق اكتر منهم؟ دول ابوهم اتقطع، احنا ديننا بيتقطع. دول ابوهم بيتقطع وسكتوا، احنا ديننا بيتقطع وساكتين. احنا غزه متحصره بقالها سنتين، متحصره من اليهود وساكتين. احنا العراق بتتقطع وساكتين. احنا المنكرات في الشوارع ما بنقولش لحد اتقي الله، ما بنتعلمش كلمتين في ديننا ندعو الناس بيهم ونعرف الناس دينهم بيهم. احنا يا جماعه نستحق ايه؟ يعني تقييمكم كده عند ربنا نستحق ايه؟ ازاي؟ ازاي حولونا للدرجه دي؟ ازاي عملوا شبابنا شاب كلهم همه محاضره الصبح واقفه في الجامعه بعد الظهر وسهره في القهوه ولا في النادي بالليل؟ ازاي؟ ازاي مسخونا؟ ازاي الصحابه لما كانوا بيشوفوا الدين بيحصل له اي حاجه كانت الدنيا كلها بتتقلب؟ الدنيا كلها الدنيا كلها بتقف. ابو دجانه لما شاف في احد النبي عليه الصلاه والسلام بيتعرض للقتل طرسه بجسمه، رموا سهم خده في ظهره وفضل مطرس النبي ورا سهم ورا سهم ورا سهم، لغايه ما احد الصحابه بيقول حتى صار ظهره ابي دجانه كالقنفذ. عارفين القنفذ اللي ظهره كل شوك؟ بقى ظهر ابو دجانه كده ومطرس النبي عليه الصلاه والسلام. عمارة بن يزيد السكن فضل يقاتل قدام النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما قتل بيدافع عن النبي. لما قتل فضل يزحف، كان قدام النبي يزحف لغاية ما مس جسده رجل النبي عليه الصلاة والسلام، مس جسد النبي فمات. لم يسكن لم تسكن جوارحه ولم يسكن قلبه إلا لما مس النبي عليه الصلاة والسلام. أم عمارة تلثمت، تلثمت وقفت دفع عن النبي بالسيف، بالسيف رضي الله عنها. حنظلة بن عامر كان يوم الصباحية بتاعته يوم غزوة أحد، يوم صباحيته، يوم صباحيته، وساب الصباحية وساب الجواز وساب الهانيمون وساب وساب الدنيا كلها وطلع يجاهد سبيل الله، ساب الدنيا كلها عشان ربنا وعشان الدين وعشان الإسلام. كانوا أصحاب عواطف. لما أنت يوم القيامة تقفي قدام أسماء بنت عميس وتقول لك أنا حاربت عشان الدين واستحملت عشان الدين، أنت عملت إيه؟ لما أنت تقف يوم القيامة قدام أم عمارة تقول لك انا خدت بكتف ضربه بالسيف وانا بدافع عن رسول الله، قعدت اتعالج منها سنه، وابني اتقطع حبيبي من زيد على ايد مسيلمه الكذاب، وفضلت اجاهد ومسكت السيف في معركه اليمامه وحاربت بالمرتدين عشان ادافع عن الاسلام، انت عملت ايه؟ هتقولي لها ايه؟ لما مصعب يقف قدامك يوم القيامه وانتوا الاثنين قدام الميزان، انت هتتوزن وهو يتوزن، ويقول لك انا جسمي اتقطع حتت تحت رايه الاسلام وانا بدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ لما ابو بكر يقف قدامنا يقول لنا انا خرجت من مال 4 مرات، انا ضحيت بعمري عشان الدين، انتوا عملتوا ايه؟ هنقول ايه؟ هنقول ايه يا جماعه؟ هنقول ايه في الاستقاله العلنيه اللي احنا قدمناها للاسلام والرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش فاضيين، مش فاضيين ندافع عن الدين، مش فاضيين. زمان لما الدين اتعرض على الصحابه ما اتعرضش عليهم بالطريقه بتاعتنا دي خالص. زمان كان الدين صوره واحده، الوقت فيه ملتزم وفيه متشدد وفيه عادي وفيه واحد مكسر كل، زمان ما كانش في الكلام ده خالص. زمان كان قبل عايز تقول لا اله الا الله، خد بالك هتدخل دار الارقم، ولو اتكشف انك مسلم هتتعذب عذاب مفيش حجر يستحمله عشان البشر يستحمله. وبعدها هتهاجر الحبشه، وبعدها يجي هجره، هتخرج من مالك ووطنك وبلدك واهلك وكل قرايبك وكل محبوباتك، وهتهاجر وهتروح بلد تانيه، هتجاهد ليل نهار وهتستحمل كل حاجه في الجهاد عشان الدين ينتصر. موافق؟
لو موافق قول لا اله الا الله. زمان كان هو ده الدين. طب ما فيش حاجه ابسط يعني؟ ما فيش صوره اقل يعني؟ ما ينفع؟ ما فيش. هو ده الصوره الوحيده للدين. احنا الوقت خدنا الدين لعبه. احنا الوقت يا جماعه الدين بالنسبه لنا بقى لعبه. بقينا مش مقدرين قيمه كلمه مسلم. هم كان كلمه مسلم عندهم يعني حياتهم. الصحابي قبل الغزوه راح يسلم قدام النبي بيقول له يا رسول الله اسلم واجاهد ام اجاهد واسلم؟ يعني ايه؟ يعني بيقول له يا رسول الله اقول الشهادتين وادخل اجاهد ولا جاهد الاول قبل ما اقول الشهادتين؟ يعني فاهمين قصده ايه؟ الصحابي معتقد ان عشان يبقى مسلم لازم يعمل حاجه عظيمه، فما ينفعش اصلا ان انا اقول الشهادتين او تقبل مني اذا لما اعمل حاجه كبيره، فالاول ادخل اجاهد يا رسول الله عشان لما اجي اقول لا اله الا الله محمد رسول الله تقبل مني. شايفين الفكر؟ شايفين الناس اللي قدرت قيمه الدين؟ شايفين الناس اللي شالت الدين؟ انا مش جاي النهارده اقول لك بس صلي وصوم، انا مش جاي النهارده اقول لك بس اتصدقي وصومي واعبدي، انا مش جاي النهارده بس اقول لكم اقروا قران، انا جاي اقول لكم شيلوا دين، شيلوا الدين بقى، شيلوا دينكم بقى، ادعوا الى الله بقى، غيروا الواقع حواليكم بقى. هنتراجم كلنا لو ما فوقناش يا جماعه، هنتراجم كلنا لو ما فوقناش. المهمه اللي بعد كده، اول مهمه العباده بعد رمضان القيام والصيام. تاني مهمة القرآن بعد رمضان، حياة القلوب بتاعتنا، حياة الأرواح. وكذلك أوحينا إليك روحا، روحا من أمر الروح، ميتين من غيره، ميتين. شفت الربعي بن عامر لما دخل على ملك الروم فبيقول له من أنتم؟ قال له لما دخل على رستم بيقول له من أنتم؟ قال له نحن قوم، اسمعي الكلمة دي، اسمع، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ابتعثنا، عارفة يعني ابتعثنا؟ البعث يعني واحد كان ميت وصحي. ابتعثنا كنا أموات من غير الدين، كنا ولا حاجة من غير الدين، كنا صفار على الشمال، لا مش صفار، كنا ميتين، جثث متعفنة قبل ما ربنا يبعثنا بالدين. الدين هو اللي حيانا، هو اللي خلالنا قيمة، ما نقدرش نتخلى عنه. يا جماعة أنا يا جماعة يعني الواحد نفسه يوصل حاجات بس مش قادر يا جماعة. أنا عايز أوصل، أنا بقول لكم العبادة بعد رمضان، التوبة بعد رمضان، القرآن بعد، بس أنا حقيقة نفسي أنا عايز أقول لك حياتك لله بعد رمضان، مماتك لله بعد رمضان، أحلامك وتصوراتك وأملك لله بعد رمضان، سلام لله بعد رمضان، وقف لله بعد رمضان، إنسان جديد بعد رمضان، مخلوق جديد، اتولدت ولادة جديدة بعد رمضان. ورمضان ده الولادة بتاعتنا، احنا بنتولد بعديه، بنخرج للحياة بعديه. أنا عايز أقول لكم يا جماعة عيشوا دين يا جماعة، يا جماعة عايز أقول لكم عيشوا المشاعر اللي الصحابة عاشوها، عيشوا المعاني اللي سكنت قلوبهم، عيشوا جنة الدين، جنة الدنيا بالدين. إنما المعاني البهتة اللي احنا بناخدها كلمتين وخلاص يبقى اسمنا ملتزمين، ينفعش. مش ده الدين، مش ده اللي النبي بايع عليه مصعب وعمار وسلمان، مش ده اللي النبي بايع عليه أصحاب العقبة، مش ده اللي طارت رقبتهم عشانه، مش ده اللي مصعب اتقطع حتت تحت الراية عشانه، مش ده اللي عبد الله بن جحش اتقطعت ملامح وشه واتقطعت بطنه ونزلت أمعاؤه عشانه، مش ده اللي الصحابة خرجوا من أموالهم عشانه، مش ده اللي أبو ذر والصحابة والأشعريين خدوا السكة لتبوك ماشي 1500 كيلو عشانه، مش اللي احنا بنعمله ده، لا، عشان الدين الحقيقي، الدين اللي هتلاقيه في القرآن لما هتقومي تقومي بين ايدين ربنا الليلة، الدين اللي هتلاقيه لما تقرا كل كلمة من كلام الملك اللي نازلة من فوق 7 سماوات، مش عشان كلام ربنا ينزل 7 سماوات، عشان احنا نطلع 7 سماوات في مشاعرنا وإيمانياتنا وتصوراتنا ومفاهيمنا. عايزين نعيش دين حقيقي بعد رمضان، حياة دينية، صلة حقيقية بالله بعد رمضان. المهمة الأولى العبادة بعد رمضان، المهمة الثانية القرآن بعد رمضان، المهمة الثالثة المشن الثالثة، المهمة الثالثة مفيش مشن امبوسيبل، كلها مهام الصحابة قضوا حياتهم فيها بكل سلاسة. المهمة الثالثة التوبة وترك المعاصي بعد رمضان. المهمة الرابعة الدعوة والعمل لدين الله والتفاني في نصر دين الله بعد رمضان. المهمة الخامسة توحيد الوجه بقى، تعديل الوجه بعد رمضان. يا ترى خرجت من رمضان ليك وجهة؟ خرجت من رمضان ليك هدف؟ رمضان نقلة زي نقلات العربيات، نقلة في حياتنا، نقلنا يا جماعة، قلبنا اتغير فيه ايه؟ عبادتنا اتغيرت فيها ايه؟ نقلنا في بعد رمضان ولا لا؟ الصحابة كان الصحابي يقول للنبي لما فاتوا غزوة بدر قال له يا رسول الله لئن أدركت مشهدا آخر معك ليرين الله
ما يرضى به عني، انا هعمل لربنا اللي يرضيه يا رسول الله. الصحابه هو بيموت في غزوه احد، متقطع في غزوه احد، وبيقول للصحابه اسالوا رسول الله اوفيت يا رسول الله، انا كده وفيت اللي عليا، الدين اللي في رقبتي لربنا انه انقذني من النار بالاسلام، وفيته لما ضحيت بعمري ولا لا يا رسول الله؟ ومنهم من قضى نحبه، النحب اللي هو النذر، كانوا نازلين عمرهم لله، ولما اتقتلوا في سبيل الله قضوا النذر اللي عليهم. احنا عاملين ايه يا جماعه؟ احنا فين يا اخواننا؟ رمضان جه عشان ينقلنا، عشان لما نبدا نقول عايزين ننطلق، خلاص عايزين ننطلق، احنا جاهزين اهو سخنين بفضل الله. الصحابه عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وهو بيموت في غزوه القادسيه بيقول للصحابه حواليه ايه؟ بيقول لهم اهذه ميت، بيموت في الخيمه، اهذه موتة يرضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله يرضى عني على الحوض لما يشوفني، لما يلاقيني مت الموت دهيت. الصحابي اللي كان داخل غزوه احد وهو بيقول فيك وفي رسولك يا رب، عارف وجهته، داخل عارف وعايز ايه، انت عارف انت عايز ايه، انتوا عارفين وجهكم ايه، محددين يا جماعه، بقى لنا وجهه بعد رمضان، بقى لنا هدف، بقى لنا قضيه، بقى لنا حلم بننام بالليل نحلم ان احنا نحققه بعد رمضان في طاعه الله سبحانه وتعالى ولا لا يا جماعه؟ الصحابي اللي وقف قبل الغزوه، اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى، اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى، بعد المعركه وهو متقطع وبيقول ارضيت يا رب، له وجهه، له هدف. الصحابه رضي الله عنهم كانوا صادقين، حياتهم كلها كانت صدق، صادقين. صحابي بيروح للنبي يا رسول الله انا زنيت، انت بتقول على نفسك كده؟ صحابيه تروح للنبي عليه السلام انا اصبت حد يا رسول الله طهرني، صحابي يروح للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله انا شربت خمر، يسالونك عن الخمر انا شربت خمر يا رسول الله، صحابي يروح للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا رسول الله انا منافق، حنظله لما قال نافق حنظله، انا منافق. احنا ليه ما بنعترفش باللي جوانا؟ احنا ليه هم اعترفوا ليه؟ لان هم كانوا طلاب نجاه، مرعوبين من النار، مرعوبين من نوبه القبر، مرعوبين من اول ليله تحت التراب، مرعوبين من عذاب الله، مرعوبين من الوقوف بين ايدين الملك الجليل الجبار، فخايفين فعايزين صراحه. انما الوقت اللي بيعصي ربنا ليل نهار يقول انا كده كويس، واللي لابساني زي الضفادع البشريه وبتقول لك انا كده محجبه، هو لبس الضفادع بحجاب الوقت، هو ده بقى اسمه حجاب الوقت؟ ده في دين ربنا الحجاب سبحان الملك. يا اختي خاف ان ربنا يوم القيامه يمسخ واحده من اللي لابسين اللبس ده ضفدعه زي ما كانت عامله في الدنيا كده تتمسخ زي، ويوم القيامه في مسخ. ان لدينا انكالا وجحيما، النكل اللي هو الجام الحمار، كان ربنا بيهدد ان في مسخ، ناس هتمسخ مهائب وتلجم في جهنم والعياذ بالله، زي الراجل اللي يدور في جهنم كما يدور الحمار في الراحه، الناس بتجتمع عليه، ما هذا؟ عمرهم ما شافوا حمار ممسوخ بيتمسخ في اهل النار نفسهم مستغربين منه. جهنم فيها مسخ، فيها مسخ. فشاربون شرب الهيم، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. الهيم الابل، الانعام، السوائم اللي عندها حمى في امعائها والعياذ بالله، فما بتستويش في الميه، ربنا كانه بيقول انه ما يتمسخوا زيها في قاعان جهنم. جهنم فيها مسخ، فيها مسخ. يبقى اللي بتتبرج دي مش خايفه تتمسخ؟ ولو هي ما اتمسختش امال مين يتمسخ؟ امال المسخ اتعمل لمين؟ امال القذف والمسخ اتعمل اذا كان في الدنيا بسبب هذه المعاصي؟ يا ربي، واحد على النت في مشهد من مشاهد النت قلب نفسه، واحد بره غربي دفع مش عارف كام دولار عشان يقلب وش كلب، وجايبين صورته بعد العمليات ودانه الطويله وشفايفه المشقوقه وعينيه ومنظر وشه اتقلب كلب. ليه يعني؟ في ناس استغربت ده عمل في نفسه كده، قلت سبحان الله مستغربين ليه؟ هو قلبه اصلا اتمسخ قلب كلب، فحب الكلاب فحب يتقلبوا يبقى شكلهم. هو من الاول المسخ حصل من جوه، خاف يا ايها العاصي، خافوا من مسخ القلوب، خافوا من مسخ القلوب في الدنيا ومسخ الجوارح في الدنيا وفي الاخره. عايزين نخاف يا جماعه، عايزين يبقى لنا وجه بقى، عايزين يبقى لنا هدف بقى. انا الوقت خلاص وصلت لنهايه الدرس، انا الوقت خلاص، يعني احنا كده بنلم ورقنا، بنلم ورقنا عشان نمشي، مفيش في شغل، في طاعه. عايزين نفتكر الليله بقى، الليله الوتريه بتاعت العشر الاواخر، عايزين الليله نحيي ليله زي الليله الوتريه بتاعت العشر الاواخر كده. نفتكر بقى، فاكرين رمضان؟ تقف مع نفسك كده، فاكره يا نفسي رمضان؟ فاكره الايام الجميله ما لسه في ايديكي، انت زي ما انت والايام زي الايام، والملك الجليل سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات عايز ايه؟ عايز ايه؟ قوم احيي ايام رمضان تاني، عيش حياه رمضان تاني. يا جماعه الايام دي بالذات ما ينفعش فيها نوم،
ما ينفعش، ما ينفعش ليه؟ الشهر ونص ده بالذات ليه؟ احنا النهارده كام شوال؟ لسه كان يوم الجمعه اللي فات كان يوم 15، يعني احنا النهارده كام شوال؟ يعني احنا كام شوال يا باشمهندس؟ يعني احنا النهارده يا جماعه لسه مثلا عدى تلتين شوال. يا اخواني العشرة الاوائل من ذي الحجه افضل ايام الله في الحياه كلها، جايه بعد نهايه ذو القعده. يعني شوال لسه عليه حوالي 10 ايام وذو القعده 30 يوم او اول 10 ايام من ذو الحجه. يعني الوقت احنا خلصنا 30 يوم من الميقات اللي بيننا وبين ربنا سنويا في رمضان، لسه 10 ايام في العشرة الاوائل من ذي الحجه، لسه الميقات ما خلصش. ما ينفعش، وما ينفعش ناخد الخطوه الاولانيه في الميقات صح ونيجي في الخطوات اللي بعد كده ناخدها غلط. ما ينفعش، ما ينفع. احنا عملنا شوت داون في رمضان عشان نطلع بعد رمضان نتغير وننطلق الشهر ونص دول بالذات، ما ينفعش ننام فيهم. احنا لسه في المهمه، لسه المهمه ما خلصتش. اوعى حد يريح، اوعى حد يخلع لقمه الحرب. مفيش، الحرب والمعركه مع النفس لا تزال قائمه. انتوا عارفين ليه المحراب اتسمى محراب؟ المحراب اللي الناس بتعبد فيه، لانه يحارب فيه الشيطان وشهوات النفس وهي اشد اعداء على الانسان. الحرب ما خلصتش، المعركه ما خلصتش. الشيطان طلع من رمضان بعد ما كان متسلسل في رمضان الشهر ونص دول عايز يضيع كل اللي عملناه في رمضان عشان نهايه الميقات تبوظ علينا. ما ينفعش يا جماعه، نعلى بقى، نكبر بقى، نفوق بقى، نوصل لربنا الملك الجليل سبحانه وتعالى بقى. الشهر ونص دول لازم يتملوا عباده، لازم يتملوا الصيام. انت بتصوم ازاي دلوقتي؟ ده انا والله صمت الست ايام من شوال. ست ايام من شوال؟ انا بقول لك انت بتصوم ازاي؟ ست ايام من شوال دول لازم نخلصهم ان شاء الله باذن الملك، ربنا يعيننا عليهم جميعا يا رب. اللي خلصهم ربنا يتقبل، واللي ما خلصش ربنا يعينه على الباقي. انما انا بقول لك بتصوم ازاي؟ يوم ويوم، اثنين وخميس، لازم الشهر ونص دول يبقى لنا برنامج صيام ولو يوم في الاسبوع. خميس، كل خميس، كل اثنين وخميس يا جماعه، يوم ويوم. والله سهله. احنا دلوقتي الشتاء ده بيسموه الوليمه البارده. الوليمه البارده المغرب بعد ايام هيدن 5:15 يا اخوانا، المغرب بعد ايام، والفجر بيبدا حوالي 5، الوقت حوالي 4:30، يعني حسب بقى المواقيت بتاعه البلاد من المشرق للمغرب. بيسموها الوليمه البارده. الوليمه البارده النهار قصير جدا، في الصيام بسيط جدا. ده انت بتبدا تعطش على العصر، يعني الساعتين اللي بعد العصر هم دول الصوم. والقيام الليل طويل جدا، الليل الوقت 11 ساعة، يعني لو نمت 8 ساعات هيتبقى لك 3 ساعات تقوم فيهم الليل. فالسلف سموا الشتاء الوليمة الباردة عشان كده، لأن القيام سهل جدا على من يسر الله عليه، والصيام سهل جدا. ما نضيعهمش بقى، الشتاء ده موسم عبادة يا اخوانا، يا اختي في الله، يا اخي في الله، يا جماعة، يا ابائنا، لازم الشتاء يستغل في الطاعة. لأن اللي مش هيقدر يقوم الليل في الشتاء يقوم امتى؟ واللي مش هيقدر يصوم في الشتاء يصوم امتى؟ اسهل صيام. حتى المريض، والله يا جماعة، حتى اللي عنده مرض يمنعه من الصيام، صيام الشتاء ده بسيط جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، سهل جدا. يبقى ما نضيعوش بقى، ما نضيعش الصيام ده بقى، وما نضيعش القيام. الوليمة الباردة في الشتاء، الست ايام من شوال، الشهر ونص على 10 من العشرة الاول من ذي الحجة. ان شاء الله نموت نفسنا في العبادة. احنا الوقت على مشارف اعظم ايام الله، اعظم من رمضان كمان عند ربنا في الثواب. انتوا عارفين انا بقول لكم، انتوا سامعين بقول لكم ايه؟ بقول لكم اعظم ايام ربنا في الثواب، بقول لكم ابواب الجنه مفتوحه. انت سامعني؟ ابواب الجنه مفتوحه. اجري يلا، المسابقه لسه موجوده، المسابقه لسه ما خلصتش، الميقات لسه ما خلصش. عايزين نجتهد في طاعه ربنا يا اخوانا، عايزين. الفتنه اللي الشيطان ضحك بيها على ملايين البشر هي ايه؟ ما اقدرش. مش هتقدر. يجي الغير ملتزم يقول له يا ابني انت مش هتقدر تتوب، يجي للمتبرجه مش هتقدر تتحجبي، يجي للملتزم مش هتقدر تطلب علم، انسى. يجي لينا كلنا مش هتقدر تدعو الى الله، يا ابني انت مش هتعرف تتكلم، مش هتقدر. وكلنا نقدر، واللي بيحاول بيقدر. اوعى الشيطان يقول لك مش هتقدر على طعم طاعه الدين. والله يا جماعه، والله دي فتنه شيطان. الشيطان ضحك بيها على ملايين. انا لما تتبعت فتنه مش هتقدر ومدخل مش هتقدر بتاع الشيطان، لقيت الشيطان حطم بيه افاضل الملتزمين قبل غير الملتزمين. كل اكلم انت بتدعوش ليه؟ مش هقدر. انت بتطلبش علم ليه؟ مش هقدر. انت بتلتزمش ليه؟ مش هقدر. انت بتتحجبش ليه؟ مش هقدر. مدخل ذكي الشيطان لقطه فينا وبدا يعزف على اوتاره بكل احتراف. للاسف الشديد، اوعى تقول مش هقدر. هتقدر باذن الله، هنقدر يا جماعه ان شاء الله. عايزين نكمل بقى. احنا اتفقنا العشر خطوات بتوع اي رقم محمول. اي خطوه غلط في العشره انت طلعت بره، مش هتوصل. ال 12 خطوه بتوع شهور السنه، اي خطوه بره، اي خطوه في الطاعه غلط، مش هنوصل يا جماعه، مش هنعرف نوصل. عايزين نمشي صح، عايزين نبقى مع ربنا، عايزين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. والليله ان شاء الله
نحاول نرجع تاني لأيام الليلة الوترية تاني، لأيام رمضان تاني، نحاول نبدأ من جديد. خلاص يا رجالة، مفيش فطور بعد رمضان بقى إن شاء الله، مفيش حاجة اسمها موسمية في العبادة، ربنا مش بنديله مواسم وبعد كده، لا يا جماعة، احنا مع ربنا، مع ربنا لآخر رمق، لآخر لحظة في حياتنا، لآخر نفس في صدورنا، احنا مع ربنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم أيقظ قلوبنا بالإيمان، اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك، اللهم أحي قلوبنا بالعلم بك، اللهم تب علينا توبة تنور بها وجوهنا وتزكي بها نفوسنا وتضيء بها قلوبنا وتنقي بها صحائفنا وتثبتنا بها على دينك حتى نلقاك. اللهم بلغنا أفضل أيامك في الدنيا، اللهم بلغنا أيام ذي الحجة، اللهم ارزقنا الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة، اللهم افتح لنا أبواب طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا يا رب. اللهم إنا لن نطيعك إلا بإذنك، اللهم إنا لن نطيعك إلا بعونك، اللهم مددك، اللهم عونك، اللهم يا من لا حول ولا قوة إلا به، اللهم إنا نستدفع بك الفتن، اللهم إنا نستمد منك العون، اللهم إنا نستعين بك على أنفسنا، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، عقيدتنا وعبادتنا وأخلاقنا وقيامنا وصيامنا وعلمنا، أصلح لنا شأننا كله ودنيانا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.